فما بالنا قد تعالت أصواتنا في هذه الأيام حول إخراج زكاة الفطر نقدا بزعم أن هذا أفضل لمصلحة الفقير، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عالما بما يصلح الفقير، وفاته أن يخير العبد بين النقد وبين الطعام. فلو كان النقد جائزا لكان هو الأصل ويشتري الفقير ما يريد، والنقد متوفر في زمانهم غير عزيز. أين نحن من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أين نحن من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟